السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي لكم، واهلا وسهلا بكم. واليوم نلتقي مع القاعدة الرابعة ومعاكم زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق. شرف إلي الكبير انه التقيكم ونتعلم منكم. طبعا قبل ما ابدي في موضوع الدروس والقاعدة الرابعة، عندنا الدورات الموسيقية اللي هي أربعة أو ثلاثة، نقول ثلاثة، اللي هي أولا أونلاين مباشرة وياي اللي يحب يشترك تعلم العود والغناء، والثانية اللي هي في مول بابلون في بغداد في المنصور، هذه أيضا ثمان محاضرات نفس ذيك بالساعة المحاضرة. والقضية الثالثة والمهمة اللي هي ساعتين هذه، لكن أنا أذهب إلى بيت الطالب إذا هو يحب أنه أجي إلى البيت. ورقم الواتساب موجود أسفل الفيديو، تقدر تشترك وتقدر أنه تراسلني أو تستفسر عن هذا الموضوع في العراق وفي العالم. القاعدة عندنا إحنا قاعدتنا اللي هي قاعدتنا الرابعة، قاعدتنا الرابعة اللي هي شو تقول؟ تقول بعد ما عرفنا أنه عدد الريش وبدينا نتمرن عليه من الأعلى للأسفل، راح نبدي في موضوع ثاني وهو موضوع الأصابع. مثل ما اتفقنا قلنا تمسك نما برتقالة هكذا، راح يكون ايدك تكون، شوف مو ايدك تكون كذا، هذا خطأ، ايدك تكون، فراح يكون عندك هذا هاي القضية المهمة. وبالتالي خليت اصابعك هنا، نبدي بمعرفة الاصابع كيف راح تخرج على آلة العود. طبعا حقيقة كثير من الناس انه ما يعرف بالضبط وين راح تكون الأصابع. بالدورات الحضورية أنا مرات أكو خطوط موجودة أنا أشرها إلهم، فأنت بالضبط راح يكون عندك شلون تحسبها. هسا عندك هذا وهو هنا، تبدي طبعا الأصابع تبدي من الوتر الثاني حتى تقدر تبدي تعزف سلم. السلم الموسيقي يبدي من الوتر الثاني، موجودة قبل الأصابع، لكن احنا نبدي بالسلم الموسيقي حتى نريدك بالبداية تعرف السلم الموسيقي شلون يطلع او يخرج او يعزف بواسطة الآلة. لذلك راح تلاحظ هذا الاصبع الثالث، شوف تخلي صابعك 1 2 3 ثالث على اللا، فراح يصير عندك دو، هذا دو دو، ثم البعدة الوتر الري، لأن أنت المفروض حافظ الأوتار وقلت هاني بالقاعدة السابقة. بعدين مي إصبع ثاني، فا إصبع ثالث، صول لا إصبع ثاني، سي إصبع رابع، دو مطلق، فيس عندك دو سي لا صول فا مي ري دو. تمرينك شو راح يكون؟ بتطبيق الريش اللي كانت موجودة اللي هي 16 ريشة ساد ريد، واللي هي 8، واللي هي 4 ريش، واللي هي ريشتين. خلينا نختصر بالنسبة لي بخصوص الفيديو، راح أبدي بالريشتين، فسألني دو باوة دو، ومري ضربتكم قوية، أكو بيهم يضرب ضربة الوتر غلط، هذه تكون قاسية باو، ومتتبرنون تتبرنون مع مترونوم دو باو دو، هذا سد رد دو مي باو. لاحظ أعيده دو بالدو، ترجع بالعكس دو سي لا صول فا مي ري دو، هذا راح يكرر
بالريال 16 ريشه و8 و4 اكثر من مره، اكثر من مره تتمرن عليه، راح تكون عندك القابليه والامكانيه في ضرب الريشه، حتى هذا اول تمارين تقويه الريشه لك، وبالتالي راح تستفاد اكثر بالصعود والنزول. كل ما تمرنت اكثر طبعا تتمرن من بطيء، يلا تقدر للسريع. تحياتي لكم وشرفي لي الكبير انه شفتكم وطلعت وياكم، وهذه هي القاعدة الرابعة، وخلينا ان شاء الله ننتقل للقاعدة الخامسة. واهلا وسهلا بكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك، واللي يحب يجي بالدورات الموسيقية انا حاضر. تحياتي لكم ومع السلامة، ولا تنسون رقم الواتساب اسفل الفيديو. مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.